حبايب، اليوم انا وشهناز راح نسوي ميك اب توتوريال وراح نعلم بعض كيف نحكي. حاولت اتعلمها شلون احكي عراقي. برافو، وتعلمت كلمات. المهم اذا تريدون تشوفون هذا اللوك وشنو شلون علمتها تحكي عراقي، وهي ما علمتني شيء لان انا ما اعرف. اذا تريدون تشوفون التحدي اللي سويناه والميك اب لوك تابعوا الفيديو. ايش يعني كلمه طلطمس؟ قبل ما انت تفكري انا حبلش اغط السواد اللي تحت عيوني. المفروض اشي زي مجنونه. واحد ما بفهم بالضبط. اوكي، هذا البرودكت كونسيلر من كليرنز. هلا راح احط برايمر من لورا مرسيه. راح استخدم هيلثي ميكس من بوجوا. تعرفي شو يعني اتشاقة؟ يعني اكون ترابل ميكر هيك. لا ما يخص. اتشاقة. خلص غيري الكلمة بليز. طب بقول لك شو معناها. احكي لي. اتشاقة يعني امزح. وانا دا استعمل الشاسيه دولوس باودر. بس اعطني كلمات سهله ما شاء الله، عم بعطيك اشياء كثير سهله. ما احنا السهل عنا صعب. شو يعني تمن؟ بشكل معب؟ لا. تمن؟ لبن؟ رز؟ رز صح. يا اوكي، هسه راح استعمل الاناستازيا كونتور باليت. راح ابلش بالاي شادو واستخدم فينوس اكس لارج. وزي ما انتم شايفين انا يا دوب حطيت، بس البيجمنتيشن كثير قوي. احط هذا اللون روز جولد، وكلش الالوان الشادوز مال انستازيا راسا تبين على العين. ايش يعني نقصتيني؟ يعني خوفتيني. اوكي جايز، راح اخذ لون كثير غامق واستخدمه كاي لاينر. راح استخدم هذا اللون من ماستر سكوبت من ميبلين. اوكي، هستعمل كحلة بيضة من بلاك اب. اوكي، وانا فور بلاش وبرونزنج راح استخدم هاي الباليت من بنفيت. هلا راح استخدم هايلايتر من بلاك اب، لونه شوي اغمق من بشرتي عشان استخدمه هون. خلصت قبل دينا. هستعمل هذا من لايم كرايم اسمه دينا. والله. وانا راح استخدم الكيلن ليبستيك لون نود. ام دان. احسن من خلص اول. هذا غش لان انا شد اشيل المويسترايزر. والله خلص انا فزت، شكرا كثير. اخر ستيب حستخدم الكليرنس سيتنج سبراي. احط لك it.